السيد مقتدى الصدر يعني إذ ما رضخ إلى خطابات أو ناس عقلاء أو المرجعية إذ ما تدخلت، فأنا أرى أن السيد مقتدى الصدر ستكون سقف مطالبه عالي جدا، وبالتالي الإطار التنسيقي لن يضحي ولن يتنازل عن الأشياء التي ممكن مقتدى الصدر التي سوف يطالب بها. وأنا أرى يعني من وجهة نظري أن هذه الدوامة وهذه الحراك سيكون حاضرا إذ ما دخل على الخط ثوار تشرين، إذ ما استطاع الصدريون إقناعهم في مطالبهم في استحقاقاتهم واصطف مع التيار الصدري، فبالتأكيد ستكون هنالك ثورة عارمة ستغير معالم الخارطة السياسية العراقية التي بنيت بعد 2003 على أساس محاصصاتي طائفي مقيت أنهكت الشعب العراقي، وبالتالي المستفيد الوحيد من هذه الحكومات هم الأحزاب ورؤساء الأحزاب وكتلهم، ولم يأبه للمواطن وخدماته. اليوم عندما نسمع حكومة خدمات من التيار من الإطار التنسيقي نحن يعني حقيقة نستغرب. إذا أنتم تعترفون بأن 18 سنة لم تستطيعوا أن تقدموا خدمات للشعب العراقي، هل تستطيعون اليوم وأنتم قادرون بهذا الوضع وبدون التيار الصدري أن تقدمون خدمات إلى الشعب العراقي؟ الموضوع يعني حقيقة دخل في مأزق، وأنا أرى أن قادم الأيام ستكون حبلة إذ ما استمر الوضع بهذا الاتجاه. وأنا أعتقد أيضا يعني أن المرحلة الثانية لمشروع التغيير في العراق قد بدأ ولن ينتهي بهذا الوضع.